كلية التمريض هي إحدى كليات جامعة المنيا وتقع داخل الحرم الجامعي. تأسست كلية التمريض بجامعة المنيا في بادئ الأمر بالقرار الجمهوري رقم 184 لعام 1995 باسم المعهد العالي للتمريض التابع لكلية الطب، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2000 بتحويلها إلى كلية التمريض، وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي سنة 97 و98. تضم كلية التمريض نحو 1400 طالب وطالبة، كما يصل عدد أعضاء هيئة التدريس والمعاونين بها إلى 113 عضواً. كما تشمل كلية التمريض على 6 أقسام علمية، هي قسم تمريض صحة المجتمع، وقسم إدارة التمريض، وقسم تمريض صحة المرأة والتوليد، وقسم تمريض الباطني والجراحي، وقسم تمريض نفسي وصحة نفسية، وأخيراً قسم تمريض الأطفال. كما تضم الكلية المعهد الفني للتمريض. تصل مدة الدراسة بالكلية إلى 4 سنوات، يجتاز بعدها الطالب درجة البكالوريوس في التمريض، ويؤدي الخريج سنة تدريبية إجبارية تحت إشراف الكلية في إحدى المؤسسات الصحية الجامعية، وذلك قبل التصريح له بمزاولة مهنة التمريض. للكلية رؤية ورسالة تسعى لتحقيقها، حيث تكمن رؤيتها بتطلعها أن تكون مركزاً متميزاً في مجال التعليم التمريضي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وأن تكون قادرة على التنافس محلياً وإقليمياً. كما تكمن رسالتها في إعداد خريج قادر على تقديم رعاية تمريضية عالية الجودة، وتقديم بحوث علمية متطورة، والقيام بدور فعال في مجال خدمة المجتمع. ومن أجل ذلك، وفي إطار حرص جامعة المنيا وإسهاماً من قطاع شؤون الدراسات العليا والبحوث في تحقيق رؤية القطاع وإيجاد ودعم الأبحاث العلمية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع لتخدم نتائجها المجتمعات، وانطلاقاً من رسالة كلية التمريض ليلقي الضوء على التحديات المعاصرة المواجهة لمهنة التمريض والاتجاهات الجديدة في خدمات الرعاية الصحية وتعليم التمريض، والتعرف على مدى جودة التمريض في الخدمات المجتمعية، فرصة لتلاقي أفكار الباحثين من مختلف الجامعات المصرية، ويتيح الفرصة أمامهم لإثراء معارفهم في هذا التخصص الطبي وتلك المهنة السامية والإنسانية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة الإنسان والمجتمع. وتحقق كلية التمريض بجامعة المنيا أهدافها، وتؤدي دورها المنوط بها من أجل إنساناً معافاً ومجتمعاً سليماً.